الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المستشار المالي للكاظمي مظهر محمد صالح إن استدامة الناتج المحلي وخفض معدلات البطالة في العراق إضافة إلى انطلاق التنمية كلها أمور مرهونة بخفض كلفة الفساد وتفكيك منظومته. وأضاف صالح أن استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ترتبط بالقدرة على توفير أمرين: الاستثمار الفوري في البنية التحتية وتحديداً شبكات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات والقطاع الرقمي، وكذلك إطلاق المبادرة للمشاريع المشتركة في التمويل والإدارة بين الدولة والقطاع الخاص. شهدت أسواق مدن محافظة الأنبار ركوداً اقتصادياً غير مسبوق وسط قيام بعض التجار بإغلاق محالهم التجارية على خلفية ارتفاع صرف الدولار وانعكاساته السلبية على القوة الشرائية. وذكر عدد من التجار أن بعض الأسواق في مدن الأنبار خلت من المتبضعين وسجلت القوة الشرائية صفر من قبل المواطنين إثر ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية، حيث سجل سعر كيس الطحين زينة 50 كيلوغرام 60,000 دينار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الزيت وبيض المائدة والسلع الأخرى، فيما أقدم بعض التجار على غلق محالهم التجارية لحين استقرار سعر الصرف. قال البنك المركزي العراقي إنه اتخذ عدة إجراءات منذ الأسبوع الماضي لاستقرار سعر صرف الدولار، فيما أشار إلى ترشيح عدد من المصارف لبيع عملة الدولار للمواطنين أيام العطل الرسمية. وأضاف البنك أنه سيصدر تعليمات لعدد من المصارف للعمل أيام العطلة الرسمية المقبلة لكي يستمر ببيع الدولار إلى الجمهور، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد عرض عملة الدولار النقدي ضمن تلبية تامة لحاجة السوق. وقعت وزارة المالية في العراق مذكرة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في بغداد ماساماتو كينبيتشي لتطوير مصفى البصرة في مرحلته الرابعة، وذلك عبر الاقتراض من الجانب الياباني. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن العقد يتضمن اقتراض الجانب العراقي من اليابان 1,200,000,000 دولار أمريكي لتطوير مصفى البصرة، ويشمل المشروع تطوير مصفى البصرة وذلك بتنصيب محطة تكرير جديدة تسمى مجمع التكسير الحفزي للسوائل، والذي يمكنه من تحويل النفط المتبقي من المحطات القائمة إلى منتجات نفطية. قالت دراسة حديثة صدرت عن معهد بروغيل للدراسات في بروكسل إن التجارة العالمية تراجعت بنحو $1 تريليون بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت الدراسة أن العقوبات الغربية على موسكو حققت أهدافها في ضرب تمويل ماكينة الغزو الروسي عبر تقليل دخل الوقود الأحفوري من نفط وغاز طبيعي والذي تعتمد عليه موسكو في الإنفاق العسكري، مضيفة أن أسعار الطاقة ارتفعت بنحو 100% بسبب الحرب، وأن أسعار السلع غير المتعلقة بالطاقة ارتفعت بنسبة 8%. وأكدت أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تدهور الميزان التجاري للبلدان المستوردة للنفط والغاز ومشتقاتهما. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.